هذا النفمين نفمين السعر تاع الشراء تاع الصناعي قال لي ما خلى انا تاجر نعم الاسعار المواطن اللي قلت لك باللي احنا تحركنا في اطار تاع الشكاوي تاع المستهلك، المستهلك اللي اشتكى من غلاء الاسعار وزياده فاحشه في الاسعار. شفنا اليوم باللي من خلال المراقبه تاعنا شفنا في الفواتير باللي الاسعار تاعها راهي كما كانت من قبل. الحمد لله نقول باللي المجهودات اللي قمنا بها احنا اثمرت وجابت نتائج. لا الدوز راهو 7 حبط نقص السومه، وال 900 راهو 66 67. 18 راهو يدور في 9 92. والاسعار تختلف على حسب العلامات. بيان سور على حسب العلامات، على حسب العلامات. ولكن عموما هي عموما استقرت. كطلاله ما عندناش قلنا 18 الناف والدوز هذو اللي ماهوش مطلوب بزاف. مش مطلوب بزاف الناف والدوز اللي مطلوبين. هو اللي مطلوبين. نعم. مع ولات الاسعار استقرت الاسعار استقرت. لا نسبه كانت انا نقولوا باللي كاين لحساب الشكاوي تاع المستهلك قال لك باللي كاين زياده باهظه اللي تراوحت بين مليون ونص حتى زوج ملايين. اليوم شفنا باللي الاسعار المفوطره هي الاسعار المرجعيه، الاسعار اللي اعتاد عليها المستهلك، يعني استقرت الامور ورجعت الامور الى نصابها المعتاد عليه.